اليوم صباح بكري، الصباح الباكر، قام الجيش الصهيوني الإسرائيلي باكتساح شمال غزة بالدبابات، بدأ يقصف وداخل، وبعد فترة تراجع وحبس وعاد انسحب. العملية في البداية كانت هي العملية اللي باش يكتسحوا فيها غزة ويكملوا القدام، انهم دخلوا بالدبابات، دخلوا بالدبابات وجندوا 30,000 جندي اللي عندهم خبرة في مواجهة الجيوش الغير نظامية، لأنه حركة حماس ما عندها جيش نظامي. الهجوم هذا اللي توقف وحده، وقفوا يعني بعد ما ضربوا عدة مناطق، ويقولوا ضربنا مناطق تاع غزة تاع حماس، لا ما ضربوا لا منطقة حماس ولا، انه الشيء اللي نقولوا انه غزة اللي باش تجي نتايا تغزيها من فوق، تكتسحها من فوق، ما توجد فيها ولا مقاتل من مقاتلي حماس، لانه غزة كلها تحت الارض. خافوا ذاك الوقت ما يبغتوهم، واكيد انه مقاتلي حماس، مقاتلي كتائب عز الدين القسام، محضرين لهم شيء. لا رجعوا للور وادعوا انهم ينتظروا وصول القوات الأمريكية. كيفاش دولة كلكم عندكم السلاح النووي وعندكم دبابات وكذا، والأخرى ما عندهم لا دبابة ولا يحزنون ولا طيارة، وتسناو زيدي يجوا الأمريكان يعاونوكم؟ هذا هو الجيش الذي لا يقهر، حنا نتسالو، هذا هو الواقع. كنت ولا مع ولا ضد، هذا واقع. انه اسرائيل اللي عندها جيش تسهال، اللي يقولوا عليه جيش لا يقهر، ومخصة 30,000 جندي متخصصين في مواجهة المقاتلين اللي ما همش منظمين في جيش نظامي، يمشيوا بضع كيلومترات ويعادوا يرجعوا، يقارك نستناو الأمريكان يلحق لنا، مش نستناو الأمريكان. ومع العلم أنه جو بايدن لم يعطي أوامر ولم ينصح الإسرائيليين ولم يطلب منهم تأجيل الاجتياح، وهذا ما صرح به البيت الأبيض. يقول لك بايدن ما طلبش من الإسرائيليين تأجيل الاجتياح ثم تراجعوا، وهذه ديجا أول انهزام. الصحافة الدولية ما تكلمتش عليه، الصحافة الغربية ما تكلمش عليه، شتي جاي زادم دبابات عاود ترجع، هذاك تحرك كامل ما قضيت به والو، وضربوا رماو قذائف بالمدفعية تاع الدبابات ورجعوا. يعتبر هزيمة وإفاق في محاولة اكتساح غزة، لأنه عرفوا وفهموا باللي غزة ماكش راح تقضي على حماس إذا اكتسح. لما نشوف الصور، ندخلوا في الصور في القنوات الأجنبية،
شوف انا في اللحظه دي قاعد نشوف قناه اردنيه تبث في صور عن غزه في الوقت الان بعدي رانا نشوفوا مع غزه في النهار وغزه بصفه عامه، يعني في صور على مدينه غزه قاعد نشوف فيها الان ونتكلم معاكم ونشوفوا يعني من لحظه الى اخرى نشوف صواريخ راهي تسقط على مدينه غزه، من لحظه الى اخرى صواريخ تسقط على مدينه غزه في الاونه هذه الوقت اللي نتكلم فيكم. دونك الاسرائيليين راهم اكتفوا باطلاق صواريخ قذائف يقصفوا من بعيد اكتساح ما قدروش عليه صعيب. الشيء اللي نسجله كذلك هو انه اليوم المجتمع الدولي كما قالها احد المحللين السياسيين راح يدور ضد اسرائيل لانه اسرائيل وضعت المجتمع الدولي في ورطه باكتساحها مدينه غزه وهي تعلم، واليوم الناس كلها تعلم بانه اكتساح او اجتياح مدينه غزه ما راهمش راح يصيبوا ولا هدف واحد من حماس، يقتلوا أبرياء وأطفال. يعني إلى حد الآن نشوفوا أطفال يموتون تحت منازلهم بفعل الضربات الإسرائيلية، وتقريب عدد الشهداء أكثر من 7000، ومن بين الشهداء هذو أطفال بلغ العدد ديالهم إذا راني ذاكر بالشكل قريب 3000 ده حسب رقم اليونيسف. اليوم المجتمع الدولي عاد ما يقدرش ينكر الجرائم التي تقترفها إسرائيل، ما عاد يقدر ينكرها. زاد مين على بلاد ما فيها حتى هدف إرهابي كما يقولوا، حتى هدف إرهابي كاش، كلهم تحت الأرض، كلهم راهم تحت الأرض. وزيد يعني تلقى في قذائف وصواريخ لا ما يحسبوهم عدد يفوق 4 مرات عدد المقاتلين نتاع حماس. هنا الإحصائيات اللي عند المراقبين الدوليين. هذا الجرائم اللي تقوم بها إسرائيل ضد المجتمع، ضد سكنة مدينة غزة، خلات استياء كبير لدى رأي العام الدولي، ومن ضمنهم يهود، شوفوا بعد الفاصل يهودي مغربي يقف أمام البرلمان المغربي ويرفع العلم الفلسطيني ويندد بجرائم إسرائيل. شوفوا هذا بعد الفصل.